السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده، هنكمل برضو الفيديوهات اللي يعني الحلقات كده اللي أنا بقدمها لكم، مطهرات كده لغسيل للإيدين أو للمطبخ. يعني هنكمل مع بعض النهاردة وهنشوف برضو مطهر كده، المطهر ده هيكون يعني إيه تعقيم كده للإيدين. طبعا احنا عارفين ان اليومين دولت الكحول بقى اللي في الصيدليات انسحب، ويعني كان عليه هجوم علشان طبعا فيروس كورونا. طبعا ايه كله بقى سحب الكحول اللي في الصيدليات. فالنهارده هنعمل بقى ايه مطهر كده يعني بسيط جدا، يعني يعني مكونات بسيطة جدا وهيدينا نتيجة كويسة جدا جدا. فالنهاردة برضو ايه هنشوف برضو المكون معانا. هنحتاج هنا هو هنحتاج لتر مية، المية ديت لازم تكون مغلية وباردة. وهنا هو بقى ايه ده كده اللي هيبقى الاساسي بقى معانا، اللي هو ده كده حبايبي اللي هو الغسول، لا اللي هو بتاع الاسنان، اللي يعني اسنانك يعني لما بيبقى فيه الم في الاسنان ولا حاجه وبتيجي تكشفي، فالدكتور بيكتب لك على مضمضه. المضمضه ديت عشان يعني ايه يعني تقضي على اي فيروس موجود في قلب الاسنان واللثه وكده يعني. فمع طبعا مع البرشام والحاجات ديت اللي انت بتاخديها. طبعا هو بقى ده الاساسي هيبقى معانا النهارده اللي هو الغسول ده هوت. طبعا هيبقى ده مطهر جميل جدا جدا، يعني لتعقيم الايدين تقدري اللي انت تستخدميه. وهنقول لكم برضو هيبقى بنسب برضو، يعني هناخد منه نسبه هنضيفها برضو على الريتل الميه. وبعد كده تقدري اللي انت تحطيه بقى في اي بخاخه عندك. ده كده طبعا هو بيبقى فيه انواع من يعني من المضمضه ديت اللي هي بتاعه الاسنان، بيبقى فيه اسامي تانية. فده كده اللي هي اللي عندي. انا كنت انا طبعا كاشفه من فتره، بس هي لسه مده صلاحيتها، وكان الدكتور كاتب لي على ديت. فطبعا هي دي ما كانتش عامله معايا ايه نتيجه نهاريها، لان انا استخدمت بدلها محلول الملح اللي انا مقدماه معاكم في قلب القناه، فدي كانت لسه عندي. فقلت بالمره استغلها بقى طالما في فيروس كورونا وكده اهوت، وممكن دي هتنفعني، هتبقى جميله جدا جدا اللي انا اعمل منها يعني مطهر كده للايدين، عشان برضو اولادي برضو يعقموا ايديهم بيها، فهتبقى جميله جدا جدا. ولو انت عندك اي غسول للاسنان اللي هو المطهر للاسنان اللي هو زي ده كده، اي يعني اي اسم تاني ممكن برضو تستخدميه برضو النهارده في وصفتنا ديت. ده كده ده كده هو بريحه النعناع، شايفين؟ ده كده اللي كان فاضل مني فهستخدمه بقى معاكم النهارده، شايفين؟ ده كده ايه حبايبي، وده الاسم بتاعه اهوت. ايوه كده واضحة. دلوقتي بقى نشوف مع بعض كده، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي بقى ايه بخاخة كده، اي بخاخة عندك اللي انت تستخدميها عشان تبقى سهلة برضو على اولادك اللي هم يعني يرشوا منها كده بعد غسيل بعد ما يغسلوا ايديهم بالصابونة كويس ويشفوها بالمية، فيبدأوا بعد كده يرشوا من المعقم دوت على ايديهم، ما هتبقى حلوة جدا. والباقي بقى يعني انا هستخدم الازازة ديت هنحط فيها، والباقي هحطه بقى في الايه في الجركن هنا معايا. اي جركن برضو فاضي عندك تقدري ان انت ايه تستخدميه. بس كده هحط دي كده على جنب كده ايه معايا رطل ميه موت. كده حبايبي بقت معانا كده المكونات اهيت. انا برضو ايه يعني بوريلكم برضو عشان ايه يعني يعني اللي مع يعني ما شافوش الاسم بتاع اللي هو المطهر، ممكن اي اسم بقى ايه لو عندك اي نوع تاني ممكن انت تستخدميه. معلش بس اللي انا مركزة عليه شوية عشان هو ده الاساس ايه معانا.
فدلوقتي ايه، هثبت بقى التليفون دي بقى دي كده على جنب ده. يعني نديلها رجة كده اهوت، يعني بالغطا ده اهو كده. هتاخدي ايه، كل يعني نص لتر، نص لتر ميه بتحطي له ملو وغطا من ده. كده انا معايا رتل، يبقى انا هنحط ايه 2 غطا. الريحه من تحته نعناع صفر. كده بقى ايه، اقلبه كده ايه مع بعض ده. وكده بقى معانا مطهر جميل جدا. ما ممكن برضو ان انا احط غطا كمان، ما عشان ايه، انا كده حطيت 3 غطيان على رجل الميه عشان يبقى التركيز بتاعه ايه احسن. نعم شوية. هبدأ بقى ان انا احط كده اهوت اي بخاخة عندك بقى كده فاضية، شايفين؟ نعم. تكوني بقى ايه غسلاها كويس. كده حبايبي، نعم. تقدري بقى ايه اللي انت يعني تستخدميها كده اهوت. وفي برضو حاجة برضو عايزة اقول لكم برضو ايه عليها، كده تستخدميها ايه بنفس الطريقة. طبعا ايه، تعقمي بقى ايديكي وايدين اولادك كويس جدا. نعم. وفي برضو ايه حاجة، ساعة ما تيجي تحطيه عشان برضو تبقي عارفة برضو ازاي تعقمي ايديكي بعد ما رشيت وتعملي بتعملي الخطوة ديت كده اهوت، بتبدأي اللي انت تعملي ايه صوابعك كده 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 بنفس الطريقة كده اهوت. وبعد كده بتبدأي اللي انت ايه تعملي ايديكي كده اهوت كده، ومن الناحية التانية كده اهوت برضو بتبدأي اللي انت تعملي على يعني على ظهر ايديكي كده اهوت. وال يعني الخطوه ديت حلوه، علميها لاولادك كده اهوت عشان يبقوا ايه، يبقوا عارفينها. بعد كده بتيجي بقى على الصبع الكبير ده، بتعمليه كده كده. وبعد كده كل صبع تبدأي اللي انت تعمليه ايه كده بنفس الطريقه. يبقى انت كده عقمتي ايديكي كويس جدا. ما ايه رأيكم؟ ما اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا حبايبي بالفيديو النهارده. طبعا الكميه ديت انا هحطها بقى عندي هناك في قلب الجيركن دلوقتي، بس ايه خليه بقى بفضيه بقى ايه بعد يعني بعد نهايه الفيديو. اتمنى حبايبي ان انتوا تقولوا رايكم ايه كده في الفيديو. طبعا الفيديو دوت الوصفه ديت جميله جدا جدا، وبالصدفه كمان يعني عرفتها امبارح كمان، يعني عرفتها من دكتور كان طالع كده في برنامج، وقال يعني قال برضو ايه معلومه برضو اللي هي الكحول انسحب من الصيدليات وعلشان الهجوم اللي عليه كده يعني. فقال برضو البدائل بتاعت بديل الكحول، يعني قال على كذا حاجة يعني من ضمنهم الحاجة ديت. وفي برضو فيديو تاني برضو هصوره لكم برضو عملي عشان اوري لكم برضو مطهر تاني تقدري اللي انت تعمليه بحاجة بسيطة جدا جدا برضو، وهيبقى بديل الايه، بديل الكحول. وزي ما شفنا النهاردة ده كده بديل الكحول لمطهر جميل جدا. نعم. منتظر اعرف رايكم كده، واكتبوا لي يعني رايكم كده في التعليقات، لان رايكم يهمني جدا جدا.
وبحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، يا ريت ان انتوا تدعمونا كده، يعني لو الفيديو عجبكم تدعمونا بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا، ويا ريت كده تدعمونا باللايك والشير حبايبي، عشان يعني بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا، بيرفع الفيديو لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، وكمان القناه كمان تكبر بيكم كمان حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.